السلام عليكم اخوت، كديرين بخير؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اخر فيديو كنت قلت لكم اخوت بلي غادي نشد الكار من واحد المدينه، هذه المدينه اللي انا فيها دابا، مدينه سميتها نامبولا، كاينه في الشمال ديال موزمبيق، الشمال الشرقي، يعني قريبه للبحر. بعيده من البحر بزاف، غير واحد المسافه اللي قصيره، سميتها نامبولا. كنا وصلنا البارح بالليل، وصلنا مع 10 الليل تقريبا. كنا خرجنا من ديك المدينه سميتها شيمويو، تخيلوا معايا الخوت، مع يعني وصلت المحطه مع الربعه الصباح كيبدا يعمر الكار، و الخمسة الصباح تقريبا كنا خارجين من شيمويو. صافي بدات الطريق عاد تدخل، تخيلوا معايا 18 ساعه، اقسم بالله عمرني عشت شي تجربه في الكار بحال هاك. 18 ساعه عاد رجلي ملي وصلت هنايا البارح بالليل، الرجلين ديالو كانوا منفخين وحق معك تلابس. انا حيدت السبرديله، لبست غير صندالي في الصبع ورجلي تنفخ، واحد تجربه واعره وفي نفس الوقت قاصحه. تخيل معايا 18 ساعه فيها ثلاثه الوقفات، الوقفه الاولى، الوقفه الثانيه تغدينا فيها، الوقفه الثالثه صافي. عاتي واحد الشيفور راه ما كيوقفش، كيعرف شنو يوقف، كاين اربعه السوايع. المهم كانت واحد التجربه واعره بزاف. وصلنا بها لهاد المدينه ديال نامبولا. دابا انا كاين في واحد البلاصه دابا هادي بحال المحطه، دابا هنا فين كيجيو الكيران، عندهم واحد السيستيم هنا مختلف، هاد الكيران مختلف بزاف. كاين دابا هادو بحال الصالات، هادي هي صاله كاين هنايا، هادي كاين هاد الصاله، هادي هي اللي انا فيها دابا. كيما كتشوفو هاد اللعيبات البيضين، داك البريزات ديال الضو، وهادي بحال الريستورا كاين هنايا، طعام الناس كيتسناونا. المهم دابا هاد الساحة اللي كتشوفو الخوت، اللي نورمالمون تيكونو الكيران واقفين، عندهم واحد السيستيم ديال كيخرجو في الكيران في الربعة ونص ديال الصباح، الخمسة ونص ديال الوقت اللي كيخرجو فيه الكيران. يعني هنا فاش كتجي في الربعة ونص كتلقى الدنيا عامرة، الكيران الماشاء، وبالليل كتلقى بنادم ناعس هنا مستف. البارح ملي وصلت هنايا مع ديك 10 الليل، كلشي مستف هنايا، مستف، حتى هنا بنادم عاوتاني مستف. صافي جيت حطيت السيكان ديالي، لقيت واحد البلاصة هنايا، حطيت السيكان، صافي حطيت البيكالا، فرشت واحد الباش، ودوزت الليل هنايا. تقريبا نعس تقريبا عشية 12 ديال الليل، فقت مع 5:30 دابا تقريبا، علينا 6 الصباح. مدينة نامبولا، إوا قيلة ثالث أكبر مدينة كاينة في زيمبابوي، في موزمبيق. ثالث أكبر مدينة كاينة في موزمبيق الخوت. الشمس جاية أون فاز، كيفاش داكشي زوين؟ دابا الخوت راه من هنايا للحدود كاينة 670 كيلومتر. ألو زينة باومة، كاين واحد الحدود واحد المدينة، آخر فيلاج ولا مدينة، كاين تقريبا بشي 670 كيلومتر، سميتها باومة. من وراها كتبقى لك الحدود واحد المسافة اللي قصيرة بزاف، شي كيلومترات تقطع الواد، من وراها عاد كتدخل تنزانيا. فيزا قال 50 درهم، سميتو 50 دولار، تقريبا 500 درهم مغربية. والبلان اللي كاين هو هذيك الجهة تيعاودو عليها فيها المشاكل، فيها جماعات مسلحة، جماعات إرهابية تيقولو لهم الشباب، سميتو مجتمع الشباب واقيلا. قال لي واحد الدري في الكار البارح، ملي طلعت أنا تلاقيت مع واحد الدري هدرت معاه، صافي دخلت قلبت واحد السيت بان لي هذيك البلاصه تيقول لك ما تمشيش منها، خطر هذه ديك المدن فيهم هاد الجماعات هادو. ولكن هاد الصباح تلاقيت مع واحد السيكيريتي ديال ديك المحطه اللي كنت فيها، بايت فيها هذيك، قال لي المدينه، قال لي ما فيهاش مشكل، قال لي كاين هما كيكونوا في خارجين على المدينه، ما تيكونوش في وسط المدينه. صافي نيت هو عيط لواحد السيد، شي تريحت معاه، هذاك السيد من تنزانيا كيدار في السواحيلي،
هنا هذوك التنزانيين تيكونوا دايرين طربوش يكونوا مسلمين اغلبيه ديالهم علاش ما شفتش مسلمين تيكون عنده واحد اللحيه شويه كيربيوها هنايا صافي سولتو ترجمت لي داكشي قال لي ماشي مشكل قال لي غير هو المسافه راه بعيده قال لي بغيت تاخذ الكار عاد ثاني من هنايا قال لي غدا في الربعه الصباح عاد ثاني لا لا اخويا قلت له خليني نمشي اخويا في كار والله التجربة ديال البارح حتى واحد الكار ما يمكنش راه العادي حتى رجلي تنبنوا عليا ولكن دازت تجربة زوينة خاصني نزيد نجرب بحال التجربة 18 ساعة في الكار وماشي الطريق بحال هكا واحد 300 كيلومتر في الاول عرفت شنو هو راه كلينا الدق فيها الغبرة شوفوا الغبرة شوفوا كانت قاصحة ديك 300 كيلومتر لان فيها حفار صافي هذيك قلت له صافي انا غادي نمشيها ببيكالا واحد سيمانة ولا 8 ايام نكون تما ان شاء الله جيت لواحد البنكة كاين هنايا فهاد شوب رايت فواحد ستور كاين هنا الساعة ما لقيتش ما بغاوش يعطوني فلوس ما عرفتش علاش هذا ثاني كيشي كنجرب كيبغيش يخرج ليا فلوس دابا غنخلي حتى المدينة الجاية واخا هاد البنكة يعني كتعطيك بلي ماستر كارد فيزا انترناسيونال كيما كتبغيش تخدم عرفتي الخوت شحال ديال المسلمين ترى تبدل العالم ديال بصح الخوت والله كاين مسلمين بزاف هاد الجهه ديال الموزمبيق من الموزمبيق من تنزانيا وعاد ثاني من اسيا كاين الهنود كنظن واقيلا حتى اتجاه افغانستان باكستان حتى هما كاينين هنايا واحد الجبل سبحان الله فيه واحد الديكور الراس ديالو جاي مقمقم كاين هاد الجبال بزاف في هاد المدينة في الخرجة ديالها كاين عاد تاني تا وحدين في الجهة الأخرى ها واحد المعمل ديال الشينوا ملي هنايا هاي كتبها بالشينوية يا فيه اندستريا كيهرسوا الحجر كيرجعوا كرافا لان بحال هاد الجبال اللي شتو اخوت تيخرجوا منهم واحد الحجر هذاك الحجر تيكون بيض كيدخلوا في الماكينه كيخرجوا منه الكرافا الحجر باش اللي كيبنيو به كاين واحد النوع ثاني واحد اخر ديال كيخرجوا منه الرخام هذاك كنت شوف فميتو باب الحدود حدود زيمبابوي مع ما عرفتش كتدخل من زيمبابوي كتدخل موزمبيق كتزيد واحد شويه كتلقى واحد الحجر بيض بحال الرخام خوت كما كتشوفوا هاد السكه ديال التران عندهم واحد الماده كينقلوها كنظن واقيلا الحديد الا ما خاف نكذب انا البارح فاش وصلت لهاد المدينه ديال نامبولا كنت مريح في ديك ستاسيون بالليل مع شي تقول 10 ونص ديال الليل 11 ديال الليل كان داز واحد التران بحال ديال موريتاني تيكونوا فيه ديك الجرارات اللي تكونوا الفوق اللي تكونوا قدام تيكونوا ثلاثه تقريبا وتيكونوا من وراه عاد الجباري يكون كبير تيهز ديك الماده الخام داز بزاف تقريبا داز واحد 2 كيلومتر بحال هكاك من وراه عاد ثاني دازوا بحال قلتي ديك اللي كيجروا اللي تيكونوا في الاول دايرينهم عاد ثاني في الوسط تقريبا واحد ثلاثه اخرين وعاد عاد ثاني اللي جباري اخرين من وراه تابعينه يعني تقريبا يقدر يكون فيه واحد 4 كيلومتر يعني طويل بزاف بقى تقريبا واحد مودة هو كيدوز يقدر يكون بحال ديال موريتانيا في الطول ديالو يقدر يكون طول منه وكاين عاد ثاني ديال اللي كنا شفنا في الكابون اللي كينقل حتى هو واحد المادة كحلة كاين وكينقل عاد ثاني الخشب كاين واحد اخر خاص كينقل الخشب غير هو الكباري ماشي بحال هذا ديال اللي كيكون كينقل المادة خام تيكون مسدود من جميع الجوايع هذيك اللي كينقل الخشب تيكون مفتوح فيها واحد الكالات تيديروا السناسل باش كيزيروا داك الخشب ما يتحركش هذه السكة سكة طويلة الحاجة اللي كتجيني عجب هنايا في الدولة ديال موزمبيق هو انهم واخا كاينين الجبال فكيدوزو السكة كيفاش كيديروا يا الله اعلم اجي خد دابا تفكرش واحد البلان خاصني نبارطاجي معاكم انكم كما كتعرفوا البارح ديك الكار عرفتي راه العداء ماشي كنقول زعما هادشي باش نشكي ولا كنبارطاجي معكم تجربة ايوا دابا تخيلوا معايا دابا نعطيكم واحد المثال واه دابا تخيلوا معايا دابا نتايا مثلا جيتي باغي تشري مثلا تلفازة انت ساكن مثلا شي بلاصه اللي بعيد شديتي الكار مشيتي لواحد المدينه واحده اخرى تقريبا بعيده عليك بواحد
700 كيلومتر ولا 800. ديتي الكار مشيت لك المدينه تقدي شي تلفازه ماركه ديال الاوليد تي في 47 بوص يعني تلفازه كبيره. يعني فاش خاصك تكون جايبها نتايا فاش خاصك تجيبها للدار ديالك تقدر مثلا ديرها في الكار. ولكن المشكله ديال الكار حيت كاينه واحد الطريق فيها لابيس بزاف فيها الحفاري يعني داك السيد ما بغاش يديرها في المالا في الكار لداخل وانما اختار انه اش غيدير غيطلع يريح في الكار وغيحطها فوق من ركابيه بحال هكا واقفه على طول وغيدرب بها 12 ساعه الخوت اقسم لكم بالله. وكيف دابا انا ملي جيت طلعت للكار كنقلب على النمره 19 19 19 لقيت 19 21 لقيتهم جوج بهم عامر. قلت له خويا كان هو داك اللي شاد التلفازه وواحد الدري حداه. قلت له خويا انا راه 19. قال لي انا راه 20 والاخر هو قال لي انا 20 هما جوج بهم 20 المهم شي واحد فيهم غلط. مشيت انا عيط لكريسون قلت له شنو كاين شنو كاين. طلع لكريسون هو يهبط انا قلت يا ربي هبط مول التلفازه هو يهبط الاخر وخلى لي مول التلفازه. والبارح والله حق الله ما نكذب عليكم اخوتي بقيت كنضحك وكنضحك وتنقول لصاحبي هذا السيد هذا تبارك الله خاصني ندير نتعلم منه الصبر اقسم لكم بالله صح 12 ساعه وانت هاز التلفازه فوق على رجليك وشاده بحال هكا تيتحرك يتزعزع الكار ولا شي حاجه تيشد مزيان باش ما باش ما باش ما تخسر ما والو الله العادي بومديا هاي 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 قلدي هذا هو الشجر ديال اكاجو بومديا بومديا باش توبين اوبريغادو اي فوسي نورمال اوبريغادو. الشجر ديال اكاجو اخوت قال لك باقي ما وجدش دابا كيوجد من هنا لواحد شهرين ولا 3 شهور عاد كيوجد. عاشر خوت راه كليتو البارح حيت دابا داك الكار كيبقى يوقف بعض المرات في شي فيلاجات كتقدا شي لعيبات من الشرجم كيجيو عندك ديك اللعيبه كيمدولك من الشرجم طق. خديت اخوت عاد شحال خديت خديت تقريبا شي 150 غرام ولا 200 غرام ديال اكاجو تقريبا شي 100 عاد الكاميرا كتبقى تعاودني صحابي الله كتطفى ويربع اشعل وبعد مرات كتطفى وكتحرى بقى اشعل وكنبقى نهضر. خديت على المهم خديت 10 درهم تقريبا ما كاملش 10 درهم خديت بها 150 غرام ترى عرقت ضربت مع جاي موحش مش حادي ما كليت هذيك سميتو اكاجو كليتو كامل البارح. هنا كيبيعو هاد الحامض صغير بومديا ها هو ديك التران جايز سبحان الله جيت معاه مع فتح الكاميرا جيت معاه قد كده شوفوا معايا خوت شحال طويل كيما حكموه انا غنحسبو اني ما يد ها مجوج دادو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ستين ستين هو داز بسرعة لأنه خاوي كما قلت لكم ديك الجوج الماطر الاولانيين من وراهم واحد 60 قباري من وراهم فوسط منه مع الثاني كاين واحد جوج ماطر اخرين من وراهم 50 قباري يعني تقريبا يقدر يكون فيه واحد كنظن وقيل اكثر من 2 كيلومتر كنظن طول من ديال والله يكون بحالو ما نقدرش نعطيكم بالضبط. كما كتشوفوا السكه ديال الدراري شوفوا خوت كيفاش كيبنيو هنا في هذه الجهه من موزمبيق تيبنيو الدار كبيره شويه حتى ديك العشه اللي كتكون الفوق كيبنيوها واسعه كتكون خارجه شويه على الحيوط باش كنريحوا قدام الباب كتكون مدرق على الشمس. ترى كاينين شي ديكورات البارح شفتهم في الطريق واعرين واعرين كيبنيو بواحد الطريقه طبيعيه ناضيه شتي ليه عندهم حتى الدلاح واحد الحامض صغير عشان خد زعما هاد البلاد ديال موزمبيق اي حاجه من الخيرات ديال سيدي ربي كاينه فيها قسما بالله بطاطا البصله بصله حمراء حيت مول في افريقيا تلقى غير البصله صفراء بصله بيضاء كما تنقولها هنا لقيت بصله صفراء بصله حمراء عاد بانت لي غير هاد الصباح والله الا بصله حمراء بحال ديال المغرب وبطاطا كاسابا ديك المانيوك اللي كيديروا به الفوفو ما عرفتش واش يسميوه هنايا ديك البيض تجي بحال العجينه وتاكلوا مع اي حاجه. اول حاجه باش معروفه موزمبيق بزاف
موزمبيق حيتاش عندها واحد تقريبا واحد الساحل تقريبا طول ديالو شي 200 شي 2000 كيلومتر ولا 2000 والصرف، يعني كيصدروا الحوت بزاف وكيصدروا الخشب، عندهم الغابة بزاف كيصدروا الخشب. شوفوا هذا شنو كيدير هنا، كوفيتو هذا اكاجو، هذا اكاجو. سيبان نشوف شو بونيتو اميغو فيانك. اوكي اميغوس دي موزامبيك. يا اميغو دي موزامبيك. بسم الله. دوك دوك بسم الله. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E quanto? 200. A fábrica é a fábrica. E só quanto? 50. 50. Não, 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 irmão. Pode buscar de 100. Não, não, só 50. Leva-se muito 200, tudo caramba. Não, não, 50 tá bom. Mas dá para dar dinheiro para mim? A fábrica é ali na fábrica. Fábrica, aqui? É ali. E só quanto está tudo? Esse. É. 600. 600 600 تقريبا هذا 100 درهم، ما كاملش 100 درهم. وهذا هذا 60 درهم، هذا اقل من 10 درهم. انا ناخذ هذا 50 50 طابو 50 200 100. Sim. Pois, leva essa aqui, velho. Ei, como é que eu vou dormir? Eu não sei se eu vou dormir. 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 150 غرام ولا 200 غرام. والغريب في الامر هو ان داك الدري قال لي الشجر زعما بحال دابا مثلا هذا هو الشجره ديالو، هي هذه ما فيهش ديك التفاحه، باقي لها واحد شهرين ولا 3 شهور عاد تكبر ديك التفاحه، وديك التفاحه كتكون فوق من ديك الاكاجوا وكيطيبوه في العافيه، كيحيدوا ديك الاكاجوا كيشدوه كيلوحوه في العافيه باش كتجمر مزيان باش ديك الغشه ديالها باش كيسهر باش تحيدو، وفي ميم طون كطيب الاكاجوا من الداخل. هذيك البلاصه عامره بزاف بومديه، ديك البلاصه عامره بزاف فيها كلشي كيبيع اكاجو، يعني كنظن هاد الاكاجو غادي يكون عندهم مخزن من اخر موسم جناو منو اكاجو ودابا عاد كيبيعوه، حتى هادشي اللي بان ليا. عندهم حتى نفاخر بزاف، شوفوا شحال ديال النفاخر، غيكون رخيص تقدر تكون واحد 50 درهم ديك الخنشه فيها واحد 30 كيلو. بومديا تودو بيم بريغاد مريحين مجموعين الناس بزاف تما، الشباب موجود واش الخير موجود تبارك الله. نقسم لكم بالله خوتي الموزمبيق لا عجبتني وحق الله، كاش نتوقع بحال الخير موجود، الناس زوينين، الطبيعه واعره، كلشي فيها رائع، كلشي فيها العمله ديالهم طايحه مزيانه، تعيش مغير هنايا والله. شحال الشينوا كيجيو يستثمروا في هذه البلدان ويريحوا هنايا، ان ماكله طبيعيه وهدوء النفس راحة البال والامان. عرفتي البارح الخوت فاش قبل ما نشد هذا الكار كنت في هذيك المدينه ديال شيمويو، راه خرجت مع 3 ديال الصباح الظلمه، خرج واحد الزنقه الحمد لله ما وقف لي واحد، ما كنت متوتر الله يلاك داير بحساب هذيك الخرجه ديال 3 الصباح غنمشي للمحطه باش نشد الكار مع 4:30، كنت هاز لها الهم ولكن الحمد لله دازت الامور مزيان امان. شكرا جزيلا اوبريغادو. كنت مع هذا الشيفور اللي كيزيد الخير، كنت غادي في الطريق وقال لي دير شي عنده واحد الرموك، حطيت في كان نور السيكان صافي غيمشي معايا واحد المسافه ديال 44 كيلومتر، واحد المدينه سميتها ناميالو، انا من ديك ناميالو انا بغيت تمشي الا كملتي مع الطريق نيشا كتوصل كتمشي للبحر، كتبقى لك واقيلا شي 200 كيلومتر باش توصل للبحر ولا 100، ولا دزتي على اليسر طلعتي على اليسر هذيك الطريق ديال الشمال ديال الحدود ديال تنزانيا، وقيلا من تما كتبقى شي 580 590 كيلومتر. هاد الصباح كنت درت واحد 44 ولا كثر ولا كثر من 44 كيلومتر باش خرجت من ديك المدينه، وهاد الناس هادو راه مسلمين من موزمبيق.
عاد الخوت يلاه نزلت مع داك الشيفور بحال كامي وكاين هنا ولي هذيك الطريق اللي جينا منها هي هذيك هنا منين كنا تكمل مع نيشان ساكن واحد لاكان سميتها نامبول كتير نامبولا الا كملتي مع نيشان كديك ناكالا هذيك ناكالا هي اللي كطلع للبحر لكن واحد الكروز ما كتدخل مع هاد الطريق هذه كتدخل مع هي هذه هاد الطريق دابا غادي نيشان دابا للحدود ماشي نيشان وين ما كاينينش شي كروازات واحد اخرين في الطريق هادشي شنو هو نعس صاحبي والله حتى نعس هذيك البلاصه اللي كنت مريح فيها مع فيها ناموسيه ديالو الشيفون وانا مجبد عليها غيبت بلايتي غيبت ما حسيتش بالطريق شاف واحد قال لي نوض نوض قال لي احلى في نامبايو ما عرفتش شنو سميتو صاحبي العز هو دار شوف الخوت هاد اللقطه هادي هاد الكار دابا واقف هنايا شوف شحال ديال البشر واقف كلشي باغي يبيع تخيل معايا بلاد ندير صندوق طالع فوق منه ايوا مازال هادو عندهم غير بمواج واكاجو هادشي البارح وقفنا في واحد الفيلاج هادشي شحال ديال الاناناس ميمكنش واحد العدد كبير ديال الاناناس هادي تخيل معايا الكار ولا كامل اناناس من داك والله العظيم واحد المنظر عجيب دابا رجعت الخوت لهاد السونتر ديال هاد المدينة هادي مدينة شوفوا سبحان الله الجو كيفاش تقلب جيت هنا لواحد الاوتيل حيث هنا في هاد المدينة هاد البيت كبير صراحة البيت كبير صراحة مقارنة مع هذاك الاوتيل الاخر جيت تقريبا ب 500 متقال تساوي تقريبا شي 90 درهم ولا 80 درهم نو 75 درهم بالضبط 75 درهم مغربي غندوز في هاد الليلة فوت ان شاء الله لان كنت عيان صراحة ماني عشت البارح هو البارح وإلا ما قديتش نخرج خرجت واحد شوية على هاد المدينة ورجعت حيت واحد الجامع عمرت منو الماء وجدت صافي كنت غادي خارج واحد شوية ريحت واحد البلاصة صافي كنت كنفكر بحال هكا جاني عقد وانا نقول راه نشد شي ليلة ندوز ارتاح فوت تقطع لي الكاميرا اش كنقول لكم بلي ريحت واحد البلاصة بقيت كنفكر بحال هكا قلت انا نرتاح اليوم حتى غدا ان شاء الله ونكمل الطريق دونك هادشي اللي كاين في الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديو الغدا الى اللقاء